لو سمحت، انا عملت انترفيو عن طريق النت للسفر للخارج، والمقابله كانت قعدت مده طويله بس ما اتصلوش، والنهارده الاثنين وكانت المقابله الخميس. هل بعد الانترفيو بيقعد اكتر من كده؟ نعم، الحقيقه انه في مقابلات العمل في طبيعي جدا انك ممكن تعمل مقابله وبعد شهر يكلمك، ده طبيعي جدا في الوقت الحالي، لانه في الوقت الحالي بقى بيتم وجود نوع من انواع التقديمات الكتيره، بيعملوا انترفيوهات كتيره، فالمواضيع كلها بقت دلوقتي في الوقت الحالي بتاخد وقت كبير. عشان كده خلي بالك من الموضوع ده، ان يكون عندك اهتمام انه ننتظر نقدم على اكتر من وظيفه تانية، ما ننتظرش ان الوظيفه دي ما دام ما جاتليش نفضل قاعد عليها. لا استنى يا جماعه، انا اتعينت. لا انت ما اتعينتش، انت لسه حتى لو هو مبسوط بيك وقال لك ده انت هايل جدا وان شاء الله نكلمك تاني، لا ولا كانها جت. ما دام ما مسكتش عرض المرتب، عرض الاوفر يعني بتاع العمل في ايدك، ده معناه انك لم يتم تعيينك. فمن فضلك بلاش نعيش في الاحلام، ننتظر ونقدم على اكتر من مكان. ولا كانها جات لي والله مكالمة وقال لي يلا، يبقى احنا كده خير. ما جاتليش، نشوف غيرها، والتوفيق على الله.